شو هي توجيهات الفلك لمواليد العذراء على الصعيد العاطفي بشهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، هالشهر بتعطي اهتمام كبير كبير للشؤون العاطفية، وبتعيش ذكريات ماضية على أثر حدث أو شيء بتكتشفه وبيحزنك، خاصة بأول 5 أيام يلي بترجعك إلى الوراء وبتجعلك تحاسب نفسك على التخلي ربما، أو تندم بالعكس على إخلاصك ووفائك لأحد الأشخاص، أو ربما بتجمعك الصدف بمن خفق لإله قلبك بالسابق. يعني بصير عندك نوع من التشويش، بعدين تستعيد اتزانك وسيطرتك على نفسك وعلى قدرك، تتحلى بجاذبية كبرى ابتداء من تاريخ 6 وحتى آخر الشهر. يمكن تقفل الباب على قصة أو على ما مضى، تتصالح مع نفسك، أو بتحط حد لعلاقة ما عادي تتلبي طموحك ولا تنال ثقتك. رغم وجود كوكب فينوس ببرجك، في معاكسات بتلقيها هالكوكب من مارس وجوبيتر. يعني فينوس ببرجنا عادة بيكون جيد وبيوحي برومانسية وعواطف مهمة، بس لما تكون معاكس من قبل مارس وجوبيتر، يعني كوكبين كتير مهمين، بيكون تأثيرهم كتير عليك سلبيا، بيولدوا بلبلة وبيوحوا بتدمير ذاتي أو بحزن بينتابك من وقت إلى آخر، أو بخوف من الفشل، بيجعلك هالطالع تشكك بقدراتك أو تتراجع عن علاقة ناشئة كانت ممكن تكون مجدية جدا أو هيك أنت شفتها. هلأ الأجواء منا كلها سوداوية، بعض الطوالع الفلكية كمان بتشير إلى لقاء مشوق وممتع يمكن يتطور إلى علاقة ثابتة ومتينة، كما أنه الفترة تتزين بفرص للاستمتاع بالرومانسية وأجواء الغزل بين خاصة بين 6 و15. من الممكن أنك ترتمي بأحضان الحب من جديد بدون حساب أو تردد.